منال الغربية. فنتنا منال الغربي تحياتنا اللي راح تحيي معنا السهرة تاع اليوم إن شاء الله ببرنامج اللي راح تبدأ إن شاء الله بشذرات من نوبة الغريب، ثم تليها حوزي ميلي صدر حليم، ثم في البرنامج الثالث لكم منوعات من الأغاني الجزائرية. قبل هذا حضورنا الكريم أعطونا تحية كبيرة 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 للجوق أوبرا الجزائر تحت قيادة المايسترو نديم كاتب. رفقة الفنانة رفقة الجوق، والله لا عندي حاجة في قلبي بغي نقولها لكم، معليش نقول لكم اوقات ممتعه. Thank you.
هفتكركم مساحه لدنكم اللي ما كانوش حاضرين معنا كذلك يوم 6 ابريل اللي فات، من كنا كلنا مع بعض في نفس هذا الحفل. وشكرا لحب الجمهور ولوفاء الجمهور واللي بفضلهم بفضلكم انتوما رانا لينا من دار جديد مع بعض باش نكملوا ونختموا مع بعض هذه الليالي هذه السهرات الرمضانيه اللي نظمتها دار الاوبرا مع مختلف الفرق الموسيقيه. سعيده لينا اني نكون مع هذا الجوق الرائع لدار الاوبرا، الجوق الاندلسي تحت قياده المايسترو كاتب نجم. Thank you.
Thank you.
quart d'heure, بعد لنا ربع ساعة الأخير, parce que c'est 45 minutes, اللي لا على بالنا غدوة كاين العيد وكاين الكاطو ولاباس شفتوكم بزاف. دونك في البرنامج الأخير اللي رايح يكون خفيف, رايحين يكونوا منوعة جزائرية, دي فالز في العراق وفي السحلي كذلك. و ان بو دو ريتم ان شاء الله. ان توكا هذا البرنامج نال اعجابكم. كان في البدايه مقتطفات من نوبه المغرب, بدينا بالصنعه احنا الحوازه, والان المنوعات, وخاصه انه غدا اكيد انه عيد وصحة عيدكم.
مدام غربي رفقة الجوف الكبير لأوبرا الجزائر بقيادة المايسترو نجيب كتب. للبرمجة وشكرا كذلك لهذا الجو الجميل اللي جزنا معاه الليلة. كنا إن شاء الله كما دايما نقولوا كل صحة الخير يبدو بخير. شكرا. شكرا. سهرتنا ما زالت متوسطة. حضورنا الكريم ما زلنا نحن وإياكم خلال هذه السهرة الختامية من الشبكة الرمضانية اللي سطرتها إدارة أوبرا الجزائر. نعم نرحب بكم مجددا، نرحب على كل من التحق بنا الآن، أهلا وسهلا بكم. نرحب بالفنانين اللي راهم حاضرين معنا. شاء الأقدر أنه يكون معنا طاقم المسلسل الكوميدي دار بشوش اللي راهم معنا بمعية المخرج جعفر قاسم اللي راهو حاضر معنا هو الآخر. مروان الكلابي. كل الفنانين اللي راهو حاضرين معنا. أعطونا تحية للفنانين اللي راهو حاضرين معنا. أهلاً وسهلا بكم خلال هذه السهرة. أنتم جمهورنا الكريم أوفياء برامج أوبرا الجزائر. سألوني يهل الهواء كيف جرالي أمس في الداج يا كرام، وجدت ساتي وسدي تقفاني، ورجعت نساح في المنام بين النوم وليقضى الضوء طفالي، نسمع الدق في الرصام، قلت من جاي دق في التالي في ليالي النوم والظلام، لحت خطايا وقمت مبهوضا لالي، ورميت يدي على الحساب، فتحت الباب ما عرفت اش قبالي، ضيف الله قال لي قوام، سلتو من تكون ما ردي سالي، ونفزع مشروط كي السهام، يا ضيف الله رد جوال سغالي، لا تخطى وجب السلام، في الحين جعلت شبعتي، وطرحت فراش قبتي، بمطايب طيب الحديد. سبعين سنة من ليتي قلت له جلس يا روح راحتي، نأتيك بكل ما نويت، درت الشرعة قبلتي دون شمالي، ونحقق فيه بالأيام، ننظر ذاك الزين يتغير حالي، وزاد الشملة على التام، يا ضيف الله رد الجواب صغالي، لا تخطى وجب السلام من كلمات شيخ الجيلاني بن مترد رحمه الله. نواصلوا سهرتنا حضورنا الكريم مع الفنان اللي هو راهو جاي بشغف خصيصا على شرفكم وعلى حضوركم هذا. نرحب بالفنان سمير توري. Je vous souhaite à la chapeau et à tout de suite. Merci beaucoup. À vous.